عسلامة. عسلامة. لاباس؟ لاباس عاش. أطمنى روحك. ماهر بن عبد الرحمن. من حي الزهور. مرحبا بيك مرة أخرى. شو نحكيو اليوم على النفقة بالنسبة للمرأة المطلقة؟ اليوم أغلبية الرجال ولا يخافوا معناها؟ ما دام المرأة ما تخدمش وما تعاونش رجلها يطلق. ما تعاونش رجلها. وظن القفة زوز بالناس ما عادش واحد برك. خاطر واحد برك ما عادش يخلط. فهمتي؟ يعيش على السردينة ولا هريسة ولا عظم وما يخلطش. انسي انه المرأة التونسية في الوضع ذي ما هيش قادة تعاون معنا في رجلها؟ ثم نسي تعاون ثم نسي ما تعاونش. تقريبا اغلبية يعاونوا مسيو. ثم نسي تعاون. اغلبية. اي شريتها تبدا خوية بصمرة في حيط وتعاون. وثم اللي ما عادش شاري. كما قولوا تلقى فهمتني مين فهمتني شريتها قداش 400 دينار 300 دينار تو فهمتني مين جاتهم في 300 ألف. بلافون تاعهم 40 دينار فهمتني؟ ما تنجمش مع راجلها ما تخبرش بعضها مع الكارير 600 دينار 450 550 ما تخبرش بعضها الحكايه كل ديما يقعد تعب الراجل كل ديما يقعد تعب. انت انه الشباب اليوم ما عادش يحبوا يعرسوا خايفين من الطلاق ومن النفقة من الطلاق ما تعرس تو بعد شهر يطلق. علاش؟ فرحة ريت فرحة الفرحة من الأول يعبروا كنصروا نهاروا الحنة نتاعو يعبروا كنصروا بعد كنصروا طلع الحمام ها طلع الحمام كنصروا فيه 5 مليون 6 مليون 7 مليون 10 مليون 100 مليون من بعد كنصروا طلع الحمام ما عاد ثم عاد شيء ما عاد ثم يلزم الراجل تخدم الراجل يخدم راه كيس وظل الخفة خاطر الفلوس هذيك كله بالشوفة ما يقعد شيء. معناها سامحني راجل عرف امرأة وحبها وهي ما تخدمش ما ياخذهاش على خاطر هي ما تخدمش؟ اي ما ياخذهاش قال هم اون دافير هم هو اون دافير؟ اون دافير اي قعدوا برشا فلوس حب مرته في الدار هكا؟ اي معناها لازمها تخدم؟ يزم ما تخدم الوقت نتاع اذا سبحان الله ما هيش تخدم كملت قرايتها وبطلها ما هيش تخدم ما يخدمش ما نجمش مع وقت نحن ما نجمش هو لا زواج على المصلحة ذي زواج على المصلحة طبعا تو مرة ورجل على المصلحة طبعا متزوج مسيو هكا ولا؟ اه؟ انت متزوج هكا ولا؟ اي ما عرفش انا زوجتك خذيتها على خاطرها تخدم؟ لا ما تخدمش تخدمش من بعد ولا تخدم ها تعاون فيا يرحم والديها اللي هنا تعاون فيا ما عادش نجم انا كي نمشي الصباح باش ناخذ تجيني نتاع الطفل نتاع المراه 7000 فرنك كي باش تعمل قضي انت فطور شويه بطاطا وشويه طماطم وشويه كذا وكذا هذوكم 10000 عزوز الدجاج تحط الدجاج 15 دينار يعني الراجل وحده ما ينجمش يتحمل المسؤوليات الكل ما ينجمش يتحمل المسؤوليات الطفل اللي حاب يمشي كارت اجلاند يحب كذا يحب يتفرط كذا وكذا ما ينجمش وحده عنده عطار وعنده مرشي وعنده برشا حكايات وعنده مية وعنده ضوء وعنده برشا حكايات كي نحكيو على الطلاق وهو الطلاق اصلا يتكلف يعني في تونس يتكلف حتى شكون مثلا باش يطلق يطلق يتكلف له يولي المرأة يكري لها دار ويعطيها يعطيها فلوس فلوس هي وفلوس الطفل كي المرأة تطلق الرجل يجبد روحه يعطي كان فلوس الطفل لك ها برشا توينسة عايشين برشا عائلات خلينا نقولوا عايشين على الطلاق الصامت الطلاق الصامت بمعنى انهم يعيشوا فرد دار في نفس الدار لكن كل واحد على روحه هذاك انشا طريق انشا هما مشيش راهو المحكمه خشنا تو اما انت على ذمتي انا تو انت اللي باش تاخذ الراجل الاخر انت باش تاخذ الراجل الاخر طلقني وتاخذ الراجل الاخر ولي ذمتي طفل لحظه مشو خلينا نفهموا الامور الطلاق الصامت
بمعنى انه زوز عايشين مع بعضهم في الدار لكن كل واحد وحده. كل واحد وحده. هذيك طلاق انسى. ما مشاوش هما للمحكمة اصلا باش يتسمى طلاق انسى. لا هذيك تفضت في المنطقة. تفضت في المنطقة. هما ما شكاوش ببعضهم اصلا. ما شكاوش ببعضهم. ما شكاوش وما مشاوش لحتى مركز. مصروفة. لا وصل للمحكمة هي. انسى. تحكي على قصتك مسيو؟ اي. الوضعية اللي تعيش فيها؟ يعني وصل المحكمة أما طريق إنشاء، أنا مش مطلقة. أنت طلقت إنشاء زوجتك؟ أنت أنت مش مطلقة أنا تو. أنت شنو هي تو باش تدوخني؟ أنا مش أنا، نحكوا على زوجتك. أي أنا ما طلقتكش أنا تو، ما نطلقكش. أو خليه بولدي أنت ولا؟ كل شهر يمد لك 220 دينار، أنت ولدك. فهمتني؟ أما أنا ما طلقتكش. انت كي تحب تطلق لقيت راجل اخر باش ياخذو تطلق مع صا مع صاحب البيك انا ولي ليه بتفل برك مع عادش مد ما عادش مد لك نفقه ليك انت كان الولد كان ولدي برك فهمت انت علاش خديت القرار هذا نتاع الطليق نوعيه الطليق هذا مو ما ثمش خدم برجع حكيت كبست التعليم انا حكيت حقت مضم 5000 فلوس بالبرب عليه المراه قبل نزين هبط هنا تونس ناخذ لها بيزا ب 10 ب 15 دينار مع الباليش نزل مرة نوكلها فهمتي؟ من بعد قربت تحكي شنو الوضعية المادية اللي خلت علاقتكم مستعمل تخدم انت مسيو؟ اه شنو هي تخدم؟ وانا بطل بطل بطل؟ اه علاش بطل؟ ما عادش نجم نخدم عامل 4 جلطات لطف عليك ان شاء الله لاباس. ما عادش يعني بسبب صحي يعني حياتك حتى العائليه تسمى تدمر. فهمتني؟ ما عادش ما عادش نقاوم. المدام وقفت معاك؟ لا ما وقفتش معاك. ما وقفتش معاك؟ جم. باش خليك كلمة الختام، أنت شنو تنصح الشباب اللي مقدم على الزواج؟ الشباب ماذا بيه ياخذ امرأة تخدم وصار في حيط. باش ما يتعبش حتى هو الشباب ما يخدمش هو يخدم لواح كما نقولوا نحن لواح بقهوة اما المرأة تكون تخدم مسمار في حيط باش تعاونوا قاعد الدنيا هذيا فهمني باش يسلكها اوكي